السلام عليكم مشاهدي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من التغطية الخاصة بالأحداث الإرهابية الدامية التي شهدتها فرنسا، حيث لم تمر هذه الهجمات التي تعرضت لها باريس وراح ضحيتها أكثر من 120 شخصا دون أن تحول إلى فرصة تاريخية أو دون أن تحول إلى فرصة تاريخية لتستغل من طرف أنظمة عربية يصنفها مراقبون كمضادة للثورات ولإرادة الشعوب. بشار الأسد وعبد الفتاح السيسي المتهمان بإراقة دماء الآلاف من شعوبهم للبقاء في الحكم أو للوصول إلى سدته، لم يتوانيا في تنصيب أنفسهما نصحاء للعالم وللرئيس فرانسوا هولاند بتذكيرهم بنبرة فيها الكثير من الانتشاء والتشفي بالتحذيرات المتكررة من أن نصيبهم أو من أن تصيبهم شظايا الإرهاب حسب تعريف هذه الأنظمة، مبررين بذلك الجرائم والمجازر التي ارتكبوها في حق شعوبهم باسم مكافحة الإرهاب حسب ملاحظين. بل هدد مفتي سوريا قبل سنتين أو قبل 3 سنوات أوروبا وفرنسا وباريس بعمليات إرهابية على أراضيهم إذا ما استهدفت سوريا. قبل أن نبدأ في النقاش نستمع إلى هذا الجانب ونشاهد جانب من تصريحات الأسد كردة فعل مؤخرا حول هذه الهجمات في باريس، فابقوا معنا. قبل كل شيء نتقدم بالتعازي للأسر الفرنسية التي فقدت أعزاء لها بالأمس، ونحن أقرب الناس إلى فهم مثل هذا الوضع لأننا عانينا من هذا النوع من الإرهاب على مدى الأعوام الخمسة الماضية في سوريا، وما حدث في فرنسا بالأمس لا يمكن فصله عما حدث في بيروت قبل يومين لأن الإرهاب هو نفسه. معي في الأستوديو يسرني أن أرحب به السيد زهير سالم مدير مركز الشرق للدراسات، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم يا أخي، حياكم الله. الله يبارك فيك أستاذ زهير سالم. كثير من المراقبين والملاحظين لاحظوا بكل وضوح يعني محاولة استغلال لهذه الأحداث من طرف نظام بشار الأسد وكذلك نظام السيسي من أجل الترويج لما يسمونه بمكافحة الإرهاب للبقاء في الحكم ولجلب المزيد من الدعم الغربي، إلى أي حد هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعني أخي الحبيب نبدأ بالإنساني قبل أن نذهب إلى السياسي، فننظر إلى ما جرى في باريس أو نوصف ما جرى في باريس على أنه جريمة بكل الأوصاف والمعايير، ونقول بأنه لابد لا يمكن لإنسان سوي عاقل أن يقف متفرجا على الجريمة. الجريمة تستحق الاستنكار، والمجرمون يستحقون الإدانة، وما جرى في باريس هو عمل إجرامي جنائي مدبر وموظف لمصلحة مجرمين يجب على دول العالم أجمع، يجب على البشر الأسوياء الأحرار أن يتعاونوا على ضبط هؤلاء المجرمين ووضع حد لمسيرة الجريمة ولتطورات هذه الجريمة. قبل أن نذهب إلى الحديث عن موقف بشار الأسد أو عن موقف غير بشار الأسد السيسي وغيره من صانعي الإرهاب في العالم، أحب أن أخاطب الشعب الفرنسي وأن أعزي الشعب الفرنسي بأسر الضحايا، أن أتعاطف مع الفرنسيين عموما. نفعل ذلك نحن من منطلق إنساني تعلمنا فيه أن دم الإنسان واحد. كلمة واحدة جميلة قالها رئيس أولاند وهو في حضن هذه المأساة عندما قال أننا نعتصم بالقيم الإنسانية العليا. الناس يختلفون أعراقا، يختلفون عقائد وديانات، ولكنهم يجتمعون على قيم إنسانية واحدة، على قيم حب الحياة وحفظ الحياة وحفظ العقل وحفظ الأموال وحفظ الدماء. هذه القيم قيم العدل والحرية والمساواة التي قامت الثورة الفرنسية من أجلها، هذه القيم هي التي يجب أن تكون البوصلة التي تحدد مواقف الجميع وسياسات الجميع. ما صدر في التعليق عن بشار الأسد أتمنى أن يتعامل معه
المجتمع الدولي الآن، والذي يقول بأنه يبحث عن حل لمشكلة الإرهاب وعن مواجهة لوقائع الإرهاب. هذه الوقائع أستاذ معلش اسمح لي المقاطعة أستاذ زهير سالم، هذه الأحداث جاءت تقريب مباشرة بساعات قبل مؤتمر فيينا الذي التقى فيه زعماء يهمهم الأمر في سوريا للتباحث حول الأزمة السورية وإيجاد مخرج سياسي يضمن ربما رضا تقريب كامل الأطراف. واتضح أنه فيه ميول كبير لطروحات روسيا، لطروحات إيران، لطروحات يعني بشار الأسد ذاته. هل لهذا علاقة؟ إذا هذا الحدث الآن في هذا التوقيت جاء للتوظيف، جاء سواء الحدث الذي جرى في بيروت أو الذي جرى في باريس أو حادث الطائرة الروسية، جاء للتوظيف في مشروع حفاظ المستبدين المجرمين الإرهابيين على مواقعهم. أنا كنت أريد أن أقول رسالة صغيرة. نحن قبل أن تنطلق الثورة السورية كان العالم كله بما فيه الولايات المتحدة وبما فيه المالكي رئيس وزراء العراق يومها يقول بأن بشار الأسد يلعب بهؤلاء الإرهابيين الذين يرسلهم من سوريا إلى العراق تحت عنوان مقاومة المحتل الأمريكي، فيقومون في العراق بقتل السنة والشيعة على السواء، حتى هدد المالكي بأنه سيشتكي على بشار الأسد إلى مجلس الأمن. هذه معلومة، هذا ليس جواز سفر ملقى في حادث في وسط حريق ويخرج من الحريق يعني سليما، وإنما هذه معلومة يعرفها كل العالم. كل العالم، الأمريكيون يعرفون والأوروبيون يعرفون والعراقيون يعرفون أن بشار الأسد كان يفوج أفواج ما يسمى في ذلك الوقت جماعة الزرقاوي الذي قام عليه تنظيم الدولة، يفوجهم إلى العراق عبر سوريا ليشعلوا الفتنة بين العراقيين سنة وشيعة. المعلومة في علم السياسة توظف. معلومة أخرى، كل العالم استمع إلى مفتي سوريا وهو يهدد في مطلع هذه الثورة في 2012 تقريبا، يهدد الأوروبيين، الأمريكيين، الفرنسيين، بأن مئات أو آلاف الاستشهاديين السوريين سيكونون على أرض أوروبا وسيضربون الأوروبيين، وكما قال بعبارته وليست عبارتي، والعين بالعين والسن بالسن والبادئ معنا أظلم. معنا هذا التسجيل سيد زهير سالم، التسجيل لمفتي سوريا حسون، أحمد حسون، أحمد حسون، و نستمع إليه معنا كيف في 2012 بعد بداية الثورة السورية كيف هدد الدول الغربية بإرسال بعثات من الإرهابيين للتفجير على أراضيها إذا ما مست سوريا بسوء. فلنستمع معنا. سماهم الاستشهاديين. فلبنان وسوريا سينطلق كل واحد من أبنائها وبناتها ليكونوا استشهاديين على أرض أوروبا وفلسطين، وأقولها لكل أوروبا، أقولها لأمريكا، سنعد استشهاديين هم الآن عندكم. إن قصفتم سوريا أو قصفتم لبنان فبعد اليوم العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، وأنتم من ظلمتمون. في أراضي فرنسا وبريطانيا وأمريكا سيكونون عربا ومسلمين. إذن هذا ما كان قد توعد به المفتي أحمد حسون السوري، وكنا قد شاهدنا جانب من هذا. ينضم إلينا من الجزائر الدكتور إسماعيل معراف الباحث الأكاديمي من الجزائر. أهلا وسهلا بك دكتور إسماعيل. أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة المغاربية. مرحبا بك دكتور إسماعيل. معروف أن فرنسا مقبلة على استحقاقات انتخابية وأن ساركوزي ربما بدأ مبكرا هذا السباق، وكثير من الملاحظين يقولون بأن ساركوزي سيستفيد الاستفادة العظمى باعتباره كان واحدا من صانعي انهيار ليبيا ويريد أن يعود لاستكمال مشروعه فيها على ظهر وربما على أشلاء هؤلاء الفرنسيين الضحايا.
شوف اولا دعني تفضل اقول لك شيء مهم. هو ما حدث في فرنسا في رايي ليس له صراحه علاقه لا بالانتخابات الرئاسيه نعم. في فرنسا ولا بالمستقبل السياسي للسيد ساركوزي او غيره. أيوة. ما حدث في فرنسا تحديدا هو من انتاج اللوبيات التي تحكم فرنسا والتي صراحه اصبحت قلقه من المجتمع المدني من الراي العام الفرنسي من الكثير من الفسيفساء السياسيه في المشهد الفرنسي الذين اصبحوا لا يؤمنون بابعاد السياسه الخارجيه لفرنسا تقريبا منذ رحيل جاك شيراك الديغولي. وان ساركوزي وهولاند صراحه اساءوا للقيم الديمقراطيه والانسانيه التي تحملها ما يسمى بالجمهوريه الفرنسيه، وبالتالي ان هذه اللوبيات صراحه كان يجب عليها ان تبحث على حجه او انها تختلق ظرفا ما حتى تستطيع ان تقدمه مبررا للمجتمع الفرنسي حتى لا يحاسبها على اخطائها السياسيه سواء السياسه الخارجيه سواء في ليبيا او الان في ليبيا او حتى انضمامها الى المعسكر الدولي لمكافحه الارهاب بين قوسين داعش وغيرها. وبالتالي لانه هي اللعبه تقريبا مشروخه وان تقريبا ان الموظفين قرار داخل فرنسا تماما مثل ما جربها الامريكان في احداث سبتمبر ونجحوا بتحقيق الكثير من المصالح والمآرب، فليش ان الفرنسيين لا يجربون هذا التجربه؟ وبالتالي انه تقريبا هذا استمرار لشارل ابدو يعني وكان مسلسل بالنسبه لاصحاب القرار حتى يوهمون الراي العام الفرنسي. وانا شخصيا تكلمت في اكثر من وسيله اعلام البارحه سواء عربيه او فرنسيه وقلت بانه هذه ربما فبركه وتكتيك قد لا ربما يفهمه المحلل العادي او الذي يتعامل مع السياسه الخارجيه بشكل سطحي وعادي. واعطيك ربما مثال حي، التوقيت كان بجانب مباراه كبيره، مباراه فرنسا والمانيا، الحساسيه التاريخيه الموجوده بين البلدين ان يحضرها الرئيس الفرنسي، وتعرف ان مستلزمات ما يسمى بالحراسه الامنيه المشدده للمنطقه التي يتواجد فيها شخص بحجم رئيس دوله ما ربما تكون مؤمنه وكانت مؤمنه، ولكن اعتقادي بان الفرنسيين صراحه ابو اللوبيات تحكم فرنسا، لان تقريبا انا اشك في هذا اليمين المتطرف او المتخلف او الاحزاب الاخرى الى غير، هي لعبه قذره يلعبها اللوبيات التي تحكم فرنسا، وقد لا تكون عندنا اللوبيات من صنيعه فرنسيه. تقريبا لو نعاود نرجع من وراء سيدي الفاضل حتى المشاهدي قناتكم يعرفون ربما الحقيقه، على ايام مثلا ساركوزي زار العقيد القذافي رحمه الله باريس ووضع قيمته وسط العاصمه باريس امام القصر الاليزي، حين كل اطياف المجتمع المدني صراحه تكلمت وانتقدت هذا السياسه الرعناء التي يقودها ساركوزي. ولكن شواره لفرنسا الثاني فرنسا قناه فرنسا قال بانه انا ابحث على مصالح فرنسا، انا استفيد من صفقات تفيد اخراج الاقتصاد الفرنسي من الازمه من الكساد الذي يعاني منه. اذا فمساله لعبه المصالح تفترض اننا نضحي شيئا ما بقيمنا. اذا ما حدث في البارحه صراحه ليس حتى انا شخصيا قلت لا ادين ما حدث، ليس لانني مسلم متطرف ولست اسلام متطرف ولست داعم لداعش، ولكن من ناحيه موضوعيه وايضا البراغماتيه التي انا اشتغل بها منذ سنوات بينت لي بان لا اعرف صراحه حقيقه ما حدث، ولكن استراتيجيا انا اميل لهذه نعم. لكن الان دكتور اسماعيل نعم احترم وجهه نظرك على كل حال، لكن هناك داعش او تنظيم الدوله قد تبنى هذا صراحه كما تبنى اسقاط الطائره الروسيه وتبنى ربما تفجيرات الضاحيه الجنوبيه في بيروت وغير ذلك. هل داعش هو حقيقه من يفعل هذا ام انه صار يستغل كما كانت تستغل القاعده في تدبير مثل هذه الهجومات لتحقيق مآرب سياسيه؟ انا كتبت مجلد تقريبا صدر سنة 2010 في دار نشر بعمان بالأردن
يمكن لك أن تراجعها حتى المشاهدين الكرام. وقلت بأن هذه التنظيمات التي تسمي نفسها جهادية وإسلامية من بوكو حرام إلى الجهاد والتقتيل إلى كل هذه صناعة أمريكية غربية باستحقاق. وأنا أطرحك سؤال، يعني من هو الذي يؤسس تنظيم جهادي ولا يريد أن يخرج اليهود من القدس؟ هل سمعت بالله عليك مرة زعماء هذه التنظيمات تكلموا ولو مرة بعملية جهادية في القدس؟ هل رأيت مرة أن هؤلاء صراحة حاولوا أن يساعدوا المقاومة الفلسطينية؟ تقريبا فلسطين غائبة من أجنداتهم إلى غدين. وهنا يفترض يعني يبان أولا مسألة الفبركة لهذه التنظيمات من ناحية. من ناحية ثانية أعتقد أنه الذي يسقط طائرة لا أعتقد أنه لابد أن يكون له إمكانيات لوجستية وإمكانيات تكنولوجية متطورة يستطيع بها صراحة أن ينفذ ما يريد. وأيضا كيف يمكن مثلا للتنظيم أن يعلن والولايات والاستخبارات الأمريكية هل التي تقدم الشريط المصور لتنظيم داعش ويقول بأنه أنا المسؤول على ما وقع في 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 فرنسا؟ لنف اللعبة برأيي لعبة في غاية، لأنه هم يستغلون سيد. لا لكن ألا ترى أستاذ دكتور إسماعيل أن المستفيد هم تقريبا المتطرفون في كل مكان؟ هناك اليمين الفرنسي، هناك كذلك الذين يريدون محاربة تواجد اللاجئين في فرنسا ومساعدتهم، وكذلك الأنظمة الاستبدادية الطائفية أو استبدادية سياسيا مثل النظام المصري الذي صار الآن نصب نفسه حكيما ناصحا أمينا لفرنسا وقال قلت لكم كذا وكذا، نفس الشيء بالنسبة لحافظ الأسد، وكذلك النظام الجزائري الذي كان يقول لأمريكا لقد قلنا لكم أن هذا الإسلاميين أن المتطرفين لا تصلح معهم الديمقراطية إلا الحرب إلا الاستئصال إلا غير ذلك. لكن هذا ما هو موجود بالفعل، يعني الأنظمة الاستبدادية تستفيد أكثر من تستفيد الدول الغربية. أنا الآن ربما فهمت من سؤالك بأنك ربما تطرح فكرة أخرى. نعم. أنا أجيبك بالطريقة التالية. تعرف نحن نعيش زمن عولمة اقتصادية قوية جدا، ومن صراحة من مظاهر هذا العولمة الاقتصادية هذا التوحش الموجود في العلاقات بين الدول في الجانب الاقتصادي. لأن أولا العلاقات الدولية ليست علاقات سياسية، هي علاقات حب وتسامح وعلاقات حقوق الإنسان. انزع كل هذه المصطلحات إلى غديك، لأن اليوم فقه العلاقات الدولية هو فقه البيزنس، يعني البيزنس هو الذي تنبني عليه كل العلاقات بين الدول. وبالتالي أنه الآن من يستطيع أن ربما يتفوق اقتصاديا من يكون له مركز الريادة الاقتصادية على المستوى الدولي. وبالتالي أنه القتل يصبح ليس جريمة. نحن نقول بأن ما يقع الآن من إرهاب وأيضا من صراعات مسلحة إلى غدك بأنه ندينه إلى غدك، ولكن بالنسبة لهم أنه هذا القتل وهذا النزاعات المسلحة هي أيضا وسيلة لتحقيق البيزنس، وسيلة لتحقيق المنافع، وسيلة أيضا لتمكن هذه الدول من أنها تفرض سيطرتها وهيمنتها على المستوى الاقتصادي إلى غدك. وبالتالي أنه في رأيي بأنه أنت قلت كلام جميل، هو أن الأنظمة الطاغية والمستبدة والغير ديمقراطية الغير شرعية في الموجودة في البلاد العربية والإسلامية صراحة ساعدت وأيضا ساهمت في أن تتحقق هذا النبوءات بالنسبة للعولمة الاقتصادية المتوحشة. وبالتالي أن الآن لابد أننا كمحللين وكأيضا كربما أكاديميين أننا نمير أمام الرأي العام العربي والإسلامي وكل من يستمع لنا إلى غداك من أشراف وأيضا حرف العالم إلى غداك، لأن الآن المسألة تتعلق بما يصاغ بالنسبة للعالم المستوى الكوني على المستوى الشمولي وليس فقط ربما النزاع. تصيد الآن مثل ما ربما كان يسمى بالدول الاقتصادية الناشئة، هناك أيضا شركات متعددة الجنسية جديدة ناشئة، هذه ايضا اصبحت تستحوذ على راس المال وعلى رؤوس الاموال الى غديك والاستثمارات. اشكرك والان مصالح اشكرك الدكتور اسماعيل معراف، شكرا جزيلا لك. الباحث الاكاديمي كنت معنا من الجزائر. استاذ زهير سالم،
صحيفة الأهرام المصرية تحت عنوان التحذيرات المصرية والإرهاب الأسود، التحذيرات المصرية والإرهاب الأسود، يعني ذكرت فرنسا بنصائح السيسي التي لطالما رددها يحذرهم من الإرهاب، وقالوا بالحرف الواحد أن عندما قام يعني قوات الأمن التابعة للنظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي بمحرقة النهضة ورابعة العدوية، قلتم كذا وكذا، بل نحن كنا قد خلصنا العالم من هذه العصبة الإرهابية الإجرامية، لكن للأسف ما زال الإرهاب يضرب في فرنسا. ونفس الشيء التبرير بالنسبة لحافظ الأسد، يعني الآن فتحت الأبواب للتبرير علنا ولوم الغرب من جديد على أساس أنكم لا تساعدوننا في محاربة الإرهاب، ويعنون بذلك المعارضة السياسية الغير المعزولة من السلاح. جزاك الله خيرا. يعني هو هذا الموقف طبيعي. أنا اسمح لي فقط عندي تعليق إنساني من الدكتور إسماعيل جزاه الله خيرا مع كل الاحترام، يعني الملاحظات التي أبداها فيها وجهة نظر سياسية محترمة، لكن من الناحية الإنسانية نحن عندما نستنكر الجريمة نستنكر قتل أناس أبرياء، هؤلاء شباب، كثير منهم شباب ربتهم أمهاتهم، الآن الأمهات المفجوعات. لا يمكن، أنا أفهم وجهة نظره لكن بطريقة لعله هو لم يرد أن يقول هذا. نحن نستنكر قتل الإنسان البريء، هؤلاء هذه الدماء التي سفكت بغير حق، بغض النظر عن التحليل والتفسير والقاتل وهوية القاتل، وهذا كله ليس له علاقة في أن نتعاطف مع الضحايا، مع أولياء الضحايا، مع أسر الضحايا. هذا يعني، وأنا أظن الدكتور معي في هذا، ولكن أحيانا الكلام يخرج في سياق يعني لا يريده صاحبه. يعني أنا أريد أن أقول هذا الكلام. أعود إلى ما تفضلتم به، يعني محاولات التوظيف الخارجي والداخلي الآن هي جزء من اللعبة الذي كانت له اليد الطولة في الحدث يريد توظيفه، وآخرون يريدون أن يستغلوا الحدث لتوظيفه. فمثلا الدكتور تحدث عن لوبيات فرنسية، يمين فرنسي، يسار فرنسي، معادين للأجانب، هؤلاء كلهم الآن قد يبادرون إلى توظيف الحدث. نحن التوظيف المباشر الآن في الواقع التي نحن فيها، عندنا حالة مصر وعندنا حالة سوريا. في مصر نظام استبدادي مولد للإرهاب. متى قلنا نظام مستبد فنحن نقول باللغة الثانية النظام المولد للاستبداد. في سوريا نظام مولد للاستبداد له 5 سنوات يقتل الإرهابيين. سألتني منذ قليل وتجاوزنا عن مخرجات فيينا، مخرجات فيينا التي انعقدت بالأمس في ظل هذه الحمى أو هذا الهوس في مما حصل في باريس، يعني خرجت وكأنها مكتوبة، البيان الذي تحدث عنه كيري ولافروف كأنه مكتوب في قبو من أقبية المخابرات السورية عند بشار الأسد. هذه النصوص كلها جاءت لتجريم الشعب السوري، لتصفية الثورة السورية. أنا أحب أن تعطيني فرصة 3 نقاط مهمة وخطيرة في هذا البيان. النقطة الأولى أنها تعد بوقف إطلاق النار في سوريا تجاه وقف إطلاق نار المقاومة، يعني الشعب السوري الذي يدافع عن عرضه وعن دمه هذا يجب أن يتوقف، وسيحاسب كل من يساعده أو يمده بسلاح. أما بالطرف الآخر فإن الحرب ستستمر تحت مسمى على الإرهابيين. طيب بشار الأسد من 5 سنوات يقول أنا أقاتل من؟ يقول أنا أقاتل إرهابيين، عندما يقولون له براميل متفجرة يقول إرهابيين. إذن ستستمر الحرب الروسية والدولية بكل صنوفها على من سموهم الإرهابيين، قالوا داعش، قالوا النصرة، وسنلحق بذلك خلال شهر فصائل أخرى. بمعنى ذلك أن الأطفال في سوريا سيظلون يقتلون، والعمران في سوريا سيظل يدمر في تحت مفهوم إصلاح أو محاولة للخروج من الأزمة السورية. هذا الآن وعملية الفرز المستمرة كما قلت
للمجتمع السوري، هذا إرهابي وهذا غير إرهابي. نحن عشنا في زمان البعث من قبل، هذا تقدمي وهذا رجعي. اليوم انتقلنا إلى صيغة أخرى من هذا الفرز المجتمعي، هذا إرهابي وهذا معتدل، والإرهابي سيصدر عليه حكم بالإعدام، ليس من قبل بشار الأسد وحافظ الأسد كما أصدروه ضد الإخوان المسلمين سنة 1980، وإنما هذه المرة حكم بالإعدام والإبادة سوف يصدر من قبل مجلس الأمن، من قبل هيئة دولية تحكم على الكتلة الكبرى من أبناء المجتمع السوري. الكتلة الكبرى يعني أقولها على المسلمين العرب السنة في سوريا، لهؤلاء هم الذين سيصنفون حسب معطيات لافروف، حسب منطوق وليس مفهوم بشار الأسد. بشار الأسد يقول عن هؤلاء الذين يقاتلونه: لهم حاضنة من الإرهابيين تقدر بالملايين. هذه عبارته، لفظه كما أتيتم الآن بلفظ شيخ حسون. إذن هؤلاء الملايين الآن سيكونون في نطاق حرب إبادة تشنها عليهم ليس فقط بشار الأسد وروسيا وإنما العالم أجمع. هذه النقطة الثانية إذا سمحت لي. النقطة الثالثة المخيفة فيما يقولون عنه بأنه اتفاق فيينا، أنهم يتحدثون عن حرية وانتخابات وتشاركية، ونحن نعلم أن سوريا منذ 1970 تعيش حرية وديمقراطية ووحدة وطنية. هذا الكلام كله الآن في محاولة للانقضاض على الثورة السورية وتصفية هذه الثورة السورية وإعادة الشعب السوري ليكون مرة جديدة في ظل بشار الأسد أو رجل شبيه ببشار الأسد كائنا من كان هذا الرجل. هذا المعطى إذا كان العالم يفكر حقيقة بالقضاء على الإرهاب، فهذا المعطى يعني أنهم يسيرون في الطريق، في طريق بسموه بالعربية بسموه لاحس المبرد. هم الآن يسيرون في طريق تفريخ المزيد والمزيد والمزيد من الإرهابيين. نعم. قبل أن أخذ من موسكو فاتشلاف ماتوزوف المحلل السياسي، فقط أذكر بأن الكثير من المنظمات الإسلامية والشخصيات الإسلامية سياسية وعلمية وغيرها بكل صراحة نددت بهذه الهجمات الإرهابية في باريس، رغم أن الكثير من الأنظمة تريد أن تصبغ صيغة الإرهاب كما كان يقول الأستاذ زهير سالم على جميع من يحارب من أجل حقه، من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية، وعلى الجميع من ينادي ربما بحلول ربما يكون أغلب الذين ينادونهم إسلاميون. هنا عندنا رد فعل الشيخ عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والذي قال بالحرف الواحد: نستنكر بشدة الجريمة البشعة التي استهدفت المدنيين في فرنسا، كما نرفض استغلال هذه المأساة كذريعة لتأجيج الكراهية والتمييز والإسلاموفوبيا. كان هذا موقف الشخصية الإسلامية السياسية المعروفة الشيخ عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ونفس تقريب المفردات ونفس المضامين التي جاءت في كثير من البيانات المنددة بهذه الجريمة على ألسنة كثير من زعماء ومن علماء ومن قادة لتنظيمات إسلامية معروفة لها معتدلة و تحمل شعار الوسطية. إذن معي فاتشلاف ماتوزوف المحلل السياسي من موسكو. هل هناك علاقة بين مؤتمر فيينا وما صدر عنه من بيانات، أو بيان مؤتمر فيينا الذي لم يتوصل لحد الآن إلى حل شافي وما زالت محادثات في المستقبل، وما حدث في باريس بسواعات قبل هذا المؤتمر أو قبل هذه المباحثات؟ أحداث دموية في باريس لا شك أن أثرت تأثيرا كبيرا على مجتمعين في فيينا. نعم. لأنه هناك كانوا يناقشون طريقة الحل السياسي لأزمة سوريا، وسوريا هي أصبحت المركز والعراق مركز الصراع مع قوة الإرهابية في العالم التي تنعكس اليوم في باريس. وهناك وروسيا إسقاط الطائرة الروسية في نصف الجزيرة الصيناء، 224 واحد من الأرواح في باريس، 124 من الأرواح
هذا هو نتائج العمل الإرهابيين. وفي فيينا اتفقوا عن ضرورة المكافحة هذا الخطر الذي تهاجد كل الإنسانية لكل نعم. الدول العالم. نعم سيد فاسلاف ماتوزوف، هذا ما سقط في أوروبا أعمال إرهابية 24 130 140، لكن عدد الذين سقطوا في سوريا الآن يراوح أو يتجاوز 300,000 سوري، هل هؤلاء كلهم إرهابيون؟ أولا أنا أقول لكم أن هؤلاء الإرهابيون الذين فجروا نعم. الأماكن في باريس، الذين أسقطوا الطائرة مع أطفال ونساء كانوا يعودون من شرم الشيخ إلى سانت بيتربورغ، هل هم مقاتلين من منظمات الإرهابية في سوريا؟ هل هم كانوا يوزعون حلويات أمام أهل سوريا؟ هل هم كانوا مشاتين في سوريا على من أجل أي أفكار ديمقراطية الحقوق الإنسان والاستقلال؟ هم كانوا يحاولوا أن يدمروا الدولة السورية والجيش العربي السوري يدافع عن سيادة الدولة المسالح الشعب السوري وعن كيان سوريا كدولة مستقلة ضد هؤلاء المرتزقة. عددهم في سوريا معي سيد نعم وصلت فكرة سيد فاتشلاف ماتوزوف، أبقى معي فقط معي ضيفي السيد زهير سالم يريد ربما أن يرد على بعض ما جاء في أقوالك تدخلاتك، تفضل أستاذ نصر. يعني أنا أريد أن أسأل، أنا أخاف أن الأمن الآن فصاعد أتكلم مع ماتوزوف، لأنه روسيا الآن بوصفها حاكمة سورية وحاكمة مجلس الأمن يمكن يصنفني إرهابي وبالتالي يشن علي حرب إبادة، لذلك يجب أن أتكلم معه بنوع من المنطق، لأنه هو الآن سيد سوريا. ماتوزوف وبوتين هم الآن الحكام الفعليون، الطائرات الروسية كانت توزع الحلويات على المواطنين السوريين، قتلت في مستشفى في دوما 30 طفلا، مستشفى، أنا لا أتكلم عن إرهابيين. أما بشار الأسد الذي يدافع عنه سيد بوتين ويحميه سيد ماتوزوف في سجن في أقبية السجون حسب ما شاهد أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي من داخل النظام بصور موثقة، قتل 11,000 إنسان بالتجويع. أنا متعاطف كما تعاطفت مع ضحايا باريس وقلت أنا أستنكر العملية وأتعاطف إنسانيا مع هؤلاء الأبرياء، أنا متعاطف أيضا إنسانيا مع ركاب الطائرة الروسية، لأن ركاب الطائرة الروسية بما فيهم رجال ونساء وأطفال لا علاقة لهم بالصراع الدائر في المنطقة، ولكن أنا أريد أن أسأل 11,000 إنسان أمام 250 أو 125 يذكرني بعددهم الآن السيد ماتوزوف، 11,000 إنسان موثق بالصورة والاسم والشخص، وكيف قتلوا تحت التعذيب على يد عميلهم في دمشق بشار الأسد. في سجون سوريا لا يوجد داعش، في سجون سوريا لا يوجد النصرة، إذن الذين يقتلون هم بشار. هل الذي قتل هؤلاء وهو موثق حسب شروط الأمم المتحدة هو إرهابي أو هو شريك في صنع مستقبل هذا سوريا؟ هذا سؤال مطروح عليك السيد فاتشلاف ماتوزوف. يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد فاتشلاف ماتوزوف المحلل السياسي من موسكو. أشكرك سيد فاتشلاف ماتوزوف إذا كنت أنت الذي قطعت الاتصال، ولا إذا انقطع بصورة أخرى فنعتذر على ذلك، لكن أبقوا معنا أعزائي المشاهدين نشاهد معا هذا التقرير في الموضوع ثم نعود. الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس مؤخرا قوبلت بإدانات دولية من شتى أنحاء العالم، سواء كان ذلك على المستوى الحكومي الرسمي أو على مستوى الهيئات والمنظمات المحلية والدولية وحتى على المستوى الفردي. إدانات أوروبية وعربية وأمريكية وإفريقية ومغاربية وآسيوية، أجمع فيها العالم على أن ما حدث في العاصمة الفرنسية ظاهرة تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، ظاهرة أصبحت عابرة للحدود تهدد بإحداث شرخ حضاري وأمني وقد تهدد استقرار دول كثيرة، ولا بد من تكاثف الجهود لمحاربتها والقضاء عليها.
هذا فيما ربطت فرنسا بين حربها على تنظيم الدولة والهجمات التي هزت باريس الجمعة الفارط، والتي أسفرت على وقوع 129 قتيلا ومئات الجرحى، فيما أدانت دول إسلامية وهيئات لكبار العلماء المسلمين في العالم الهجمات، مؤكدا أن الإسلام لا يقرها وأنها تتنافى وقيمه السمحة التي جاءت رحمة للعالمين. كما وصفت معظمها الهجمات بالامتداد الإرهابي الذي يمارسه النظام السوري ضد الشعب الأعزل، إضافة إلى اعتبارها أن غض العالم الطرف على جرائم الأسد هو ما أدى إلى هذه الأحداث المروعة. من جهته يؤكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن بلاده في حالة حرب مع تنظيم الدولة، ما وصفه بالحرب التي تخاض على التراب الفرنسي وفي سوريا، منبها في نفس الوقت فرنسا أن تتوقع ردودا أخرى ممن وصفهم بالإرهابيين. وشدد فالس على وجوب أن يعيش الفرنسيون قيمهم وأن يقضوا على أعداء الجمهورية. وقد انتقد مراقبون دعوة فالس إلى طرد كل الآئمة المشتبه بتطرفهم وانتزاع الجنسية ممن وصفهم بأولئك الذين يهزؤون بما تمثله الروح الفرنسية. أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فقد تعهد من جهته برد قاس على ما وصفها بالهجمات التي أعلن تنظيم الدولة المسؤولية عنها بأنها عمل من أعمال الحرب ضد فرنسا. وتنوي الحكومة الفرنسية حسب تصريحات مسؤوليها تمديد حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء فرنسا وداخل باريس وبالقرب منها، مما يمنح السلطات الفرنسية مجالا أوسع لمحاربة ما وصفته جهات أمنية فرنسية بالعدو المنظم. وتشارك باريس في التحالف الدولي ضد التنظيم في العراق منذ سبتمبر 2014، وتشن أيضا منذ 7 أسابيع غارات جوية على مواقع التنظيم في سوريا. شكرا للزميل نبيل علي لكحل على هذا التقرير. معي على الهاتف سي محمد الباشا المحلل السياسي من لندن. بعد الترحيب بك سي محمد الباشا، تقريب كل الصحف المصرية حرصت على إبراز الإجراءات الفرنسية الاستثنائية كإعلان الطوارئ، غلق الحدود، الاستعانة بقوات الجيش ونشر الجيش في الشوارع، وكذلك وكأن هذه الصحف وقالت هذا في كثير من سطورها، أحمدوا ربكم في مصر، حتى الدول العريقة في الديمقراطية ها هي اليوم تقوم بنفس الأعمال الاستثنائية والإجراءات التي قام بها السيسي والجيش عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا والقومية للوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيدي، أولا نعزي ضحايا كل باريس، وإحنا طبعا لا ننكر أن إحنا ضد أي قتل بريء وأي واحد مدني، ولكن للأسف الشديد برضو رئيس الفرنسي دوت هو الذي استقبل السيسي الذي قتل الآلاف وحط إيده في إيده ولم يقول كلمة واحدة في القتل اللي عمله في مصر. وهذا احنا لا يعني لا نتشفى في احد ولا غيره، ولكن هو عندهم ضحاياهم هم لهم قيمة، واحنا الناس اللي بتموت من عندنا سواء في سوريا او في مصر لم حد يمد بند شفه فيهم ولا حد قال عليهم حاجة، بالعكس هم بيدعموا هؤلاء القتلة اللي بيقتلوا الالاف من شعوبهم. اما من ناحية الاجراءات، فالإجراءات دي مؤقتة في الدول اللي ديت، يعني السيسي لم يأتيها أحد يقتل حد، ده هو اللي قتل البتاع، هو اللي عمل انقلاب رئيس منتخب وعمل أحكام عرفية، وبدون الأحكام العرفية هو بيعمل أكثر مما يجب، فتختلف الأمور، تختلف إن واحد لكن منتخب بيعمل. لكن الصحف المصرية أستاذ محمد بعض الصحف المصرية قالت بأن يعني ما أطاح به الشعب المصري وما تم قتله في النهضة وفي رابعة لم يكن بذلك الشعب، وإنما هي جماعة إرهابية أرادت أن تستولي على مقدرات مصر ولو كان ذلك بالآلاف. هم يقولون بأن السيسي أنقذ مصر من جماعة إرهابية
وعلى الغرب كذلك أن يحتذي به. من هو الإرهابي؟ الإرهابي الذي يأتي بالانتخابات والديمقراطية، والإرهابي الذي يأتي بدبابات وجيش وعسكر؟ من هو الإرهابي؟ الإرهابي الذي يؤمن بالديمقراطية والشعب ينتخبه ويؤيده ويكسب 5 إحقاقات انتخابية، الإرهابي هو الذي يثق فيه الشعب ويجيبه؟ يبقى كل الدنيا إرهابية، يبقى رئيس الوزراء البريطاني إرهابي، رئيس فرنسا إرهابي، بدأ الجنب الانتخابات بهذا الشكل. الإرهابي هو الذي يأتي على رأس دبابة ويقول أنه يأتي للشعب. ماذا فعل في مصر؟ هل مصر مفاش انقسام؟ فيها انقسام أكثر من قسم في الوقت. نعم السيد محمد باشا، معليش اسمح لي قاطع، الوقت يداهمنا. زيارات السيسي إلى العواصم الأوروبية تقريبا حكم عليها كثير من المراقبين والملاحظين بأنها تقريبا فشلت فشلا كبيرا في استعادة أو صنع شرعية ما، لكن مؤخرا مع هذه الضربات، الطائرة الروسية، ما حدث في باريس ويعني من أعمال إرهابية، يقول البعض أنها ستعطيه دفعا من الأكسجين، يعني دفعة جديدة من الأكسجين سيستمر بها على الأقل إلى مدة ربما ولو محددة. لا ما أتوقع جيب دفعة كبيرة، هي تتوقف بس سنة هتغطي على أحداث الطائرة الروسية الذي يشك فيها بحمل كبير جدا أن لهم أيادي فيها، لأن كل تحليلات كثيرة تقول أن الجهاز الذي القنبلة اللي موقتة فيها كانت مضبوطة على بعد ساعتين من نصف الوقت، وعندما كل المسافة بتاعتها 4 ساعات، فمعناها كانت محددة هذه القنبلة أن تنفجر فوق الأراضي التركية. ودي ليلة انتخابات إيه؟ الحزب العدالة والتنمية، فكانت مفخخة لوضع أن تضع تركيا في موضع ويضيع الانتخابات على حزب العدالة والتنمية. فلا ندري من الذي له، من الذي يكيد للحزب العدالة والتنمية في تركيا، من الذي يدعها؟ وكمان يأتي رجل أمن من النظام المصري الانقلابي، اول ما سمع عن الطياره قال ده وقع تعدد بسلام في سيناء، وقعت في الاراضي التركيه. اذا هو يعلم جيدا والنظام يعلم جيدا انها كانت محطوطه على انها تقع في الاراضي التركيه. الحاجه الثالثه ان مساله ان البريطانيين رئيس الوزراء البريطاني والمخابرات البريطانيه تعلم جيدا عن باب الاخبار ان بعض التفاصيل ولم تعطيها لمصر، ولم تشارك مصر اللي حصل فيها الانقلاب، اللي حصل فيها القنبله، لم تشاركها في المعلومات اللي موجوده، معناها عندها اخبار ان النظام المصري له يد في هذه في انفجار الطياره الروسيه. وسائل اعلام كذلك سي محمد الباشا، هناك وسائل اعلام غربيه مقربه من 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 الحكومات الغربيه سواء في امريكا او في اوروبا، كذلك ذهبت الى حد القول بان هذه الأنظمة الاستبدادية كالنظام المصري الانقلابي، النظام السوري الذي يقتل شعبه على الهوية، تقول بأن يجب على أوروبا وعلى قادة العالم الغربي المتحرك ما يقولون أن يستفيقوا لهذه الأنظمة، لأن هي سبب تفريخ الإرهاب، هي سبب خلق داعش، وهي السبب في وصول الإرهاب إلى أوروبا وتطوير إمكانياته ووسائله حتى أنه صار يضرب بالأحزمة الناسفة. معك في هذا، نعم، ان كل ما ان وهم بداوا يصحوا ويعلموا ان تأييدهم للسيسي هذا يضرهم ويضر المنطقه كلها ويضر العداله ويضر التنميه، وهو بالعكس هو السيسي لا يحارب الارهاب، السيسي يصنع الارهاب. لا يمكن ان يكون الارهابي يحارب الارهاب، السيسي افعاله كلها تصنع الارهاب ولا تحارب الارهاب من زمات الارهاب. الارهاب جاء على يد السيسي بعد ان جاء، ايام مرسي ما كانش فيه هذا الارهاب، ولم نجد هذه القنابل، ولم نجد هذه التفجيرات، ولم نجد كل هذا، واخد بالك؟ لكن بعد السيسي ما جه هو الارهاب المحتمل، هو اللي بدا يضع الارهاب. شكرا. هو اللي يعمل ارهاب. شكرا. والمخابرات المصريه نعرف الماضي بتاعها. اعذرني يا السيد محمد الباشا، اشكرك شكرا جزيلا، الوقت يداهمنا. السيد محمد الباشا المحلل السياسي، وصلت فكرتك، كنت معنا من لندن، وربما نفس السؤال اطرحه على ضيفي السيد زهير سالم، هل تعتقد أن الغرب بدلا من أن يقوم بهذه الأعمال الترقعية والحفاظ على هذه الأنظمة لمدد ربما ترقعية، يعني بدل من ذلك سيقوم بأعمال استراتيجية وهي مساعدة هذه الشعوب على وضع أنظمة ديمقراطية شرعية سيكون هذا هو صمام الأمان ضد صناعة وتفريخ الإرهاب؟ يبدو أن الغرب حتى الآن لا توجد عنده بوادر للاستفادة من التجربة. نعم.
هذه التجربة عمرها قرن من الزمان. الأنظمة الوكيلة في بلاد المسلمين شبه أدوات يحرك بها هذه البلاد، هو لم يستطع أن يتخلص من هذه الأفكار. هذه الفكرة ما تزال مستحوذة على الأمريكي والأوروبي والروسي، الكل لا يريدون حكاما أحرارا يتعاملون معهم على أساس مصالح بمصالح. الشعوب ليست ضد مصالح الآخرين، الشعوب تريد أن تضع مصالحها في كفها وتتفهم مصالح الآخرين ويكون هناك تعامل. يعني كانت له كتاب يقول الديمقراطيات لا تتحارب عندما يكون هناك ديمقراطيات حقيقية. المدخلات الخاطئة للسياسات الغربية، أنا لا أقول على مدى عقد أو عقدين، على مدى نصف قرن في بلاد المسلمين، هي التي الآن تثمر هذا العقل الذي يميل إلى نوع من أنواع الانتصاف بالظلم. هؤلاء الذين يسعون إلى أن ينالوا حقوقهم بالظلم، بالخطأ، بالقتل، هؤلاء هم ثمرة مباشرة لسياسات الغرب. حتى ولو مع تصاعد أعمال الإرهاب كما ونوعا على الأراضي الأوروبية والغربية بصراحة، وإذا استمر الغرب، نحن بين سنة 2001 و2015 وجدنا كنا مع تنظيم القاعدة الذي أصبح في نظر المحللين وليس في نظري يعني أكثر رحمة مما يعانون الآن مما يسمونه تنظيم الدولة. ونحن المسلمين، نحن أبناء الشعوب، أكثر معاناة من هذه التنظيمات وأكثر دفع للثمن وأكثر تضررا منها. يعني الآن موجة عابرة في فرنسا، كانت هناك موجة عابرة في 11/9 في الولايات المتحدة، لكن الأمة المسلمة على كل من أفغانستان إلى العراق إلى الشام إلى المغرب العربي دفعت ثمنا غاليا جدا جدا ثمن هذه الأفعال. شكرا جزيلا السيد زهير سالم، مدير مركز الشرق للدراسات. كذلك هذه مئات الآلاف وربما ملايين من اللاجئين ربما ستضيف الكثير من أسباب إعادة التفكير لدى المخطط ولدى المفكر الغربي والسياسي. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.